طبيعة الحال كان اختيار ديال هاد اللاعبين نظرا للظروف ديال المنافسات اللي تنلعبوا فيها، لان اختارنا باش نريحوا اللاعبين ديالنا، لان عندنا مسابقات مهمه في الاسبوع المقبل، اسبوعين مقبلين، وخصنا نعطيهم وقت ديال الراحه، لان عندنا اصابات. وشفتوا اليوم حميد احدال حتى هو تصاب، نانا حتى هو تيعاني، وبالتالي كنا مضطرين اننا ندخلوا هاد اللاعبين مازال ما عندهمش تجربه، ولكن المباراه بحال هادي غتعطيهم تجربه، ولكن نقاط تنظن بان نقاط في البطوله ممكن تداركوها، ولكن المباراه المقبله ديال كاس العرب وديال وصفه الابطال مهمه جدا بالنسبه لي. بالنسبه للعبد الى الحافظي، هضرنا معاه قبل المباراة، في الوداد على الاستعداد ديالو وشدة، وكذلك المباراة ديال شبيبة القبيل، واليوم هضرنا معاه على كيفاش تيحس، كيفاش باش مستعد أنه يبدا المباراة. فهو قال لنا بأنه من ناحية نفسية ما مستعدش أنه يبدا المباراة من الأول، بالتالي داكشي علاش خلينا حتى دقيقة تقريبا 58 هذا دخلناه باش يدخل تدريجيا في التابع. هو علاش بالنسبة للاعبين تنظن بأن كاين انضباط في الفريق. بطبيعة الحال وقع حدث من بعد المباراة ديال شبيبة القبيل، تمت المعالجة ديالو، وجميع اللاعبين فهم حتى اللاعبين اليوم اللي ما لعبوش فهم تدربوا اليوم في الصباح، على اساس اننا غنخوضوا حصه تدريبيه ان شاء الله، لان عطيناهم يومين راحه كانوا محتاجين ليها، لان مازال تنتظرنا مباريات مهمه، خاصه في الجزائر، لان عندنا جدا مباريات مهمه ضد مولوديه الجزائر وضد شبيبة القبيل، مباريات ديال مواجهه مباشره مع المنافسين ديالنا. اليوم كنا تنتمناو اننا نحققوا ثلاثه نقاط باش نقربوا للصداره، ولكن تنظن بان فريق الفتح استغل الفرص اللي جاتو، تنظن بان جاتنا فرص كثيره كنا ممكن نسجلوا قبل، ولكن اللاعبين تنقصهم التجربه، هذا هو اللي كاين. كاين اتصالات مباشرة بعد اللاعبين باش غادي يجي، نتمناو انهم يحصل معاهم توافق، لان ضروري ان نتابعو اللاعبين. شفنا اليوم بان لو ان كانوا عندنا ثلاثة ديال اللاعبين وازنين كان ممكن يكون عندنا توازن في الخطوط، وبالتالي اضطرينا اليوم باش نلعبو هاد اللاعبين. ثلاثة نقاط مهمة بالنسبة لنا، ولكن كاين مسألة مهمة وكاين مسألة ضرورية، لان كأس العرب عندنا فيها مواجهة مع مولودية الجزائر، الي وروتور، خصنا نكونوا جاهزين، وبالتالي لعب بحال حميد حداد اللي اليوم تصاب فهو خسارة بالنسبة لنا. ممكن تخسر ثلاثة نقاط ولكن ما تخسرش لعب، لأن البطولة مازال فيها اليوم، يلا لعبنا الدورة العشرة 10 ولا 9، حنا يلاه لعبنا 9، يعني مازال عندنا 21 ماتش، وبالتالي هادشي ممكن نداركوه من بعد، ولكن الكاس العرب وعصبة الابطال تبقى مهمة لنا في الترفية الحالية.